طيب يقول يوجد المسجد باب خارجي للسور ويصلون فيه يوم الجمعة، وكذلك الباب الداخلي تخلع الأحذية عنده عند صعود الإمام يوم الجمعة. كنت أمشي داخل فناء المسجد ولم أصل الباب الداخلي، ومع وصعد الإمام المنبر، وهل أكون بذلك يعني كتب اسمي يوم الجمعة؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله أن إنما قصد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام هناك ملائكة على أبواب المساجد، إنما يقصد بها الأبواب التي فعلا نقول باب مسجد. فهل الباب السور الخارجي هذا والحديد الذي يصلى فيه أحيانا نقول هذا باب مسجد؟ لا يقال هذا باب إيش؟ باب مسجد. فعلى كل حال قد الله ما شاء فعل، لكن المرة القادمة إن شاء الله يبكر إلى الصلاة. وأريد هنا أن أنوي على مسألة، إذا كان هذا الباب مسور، المكان ده مسور ويصلى فيه أحيانا إذا ضاق المسجد، فلا يجوز فيه البيع ولا الشراء. نعم.